أحرق. عندي لك سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. هلا. عندي لك سؤال. هات. أبيك أنت بكيفك ومفهومك. سؤال. إيه. أنا راح أجاوب عليه وبعدين جوابك أنت. طيب. أشخاص يسألوني أنا في غناتي ما أتكلم عربي كثير، أتكلم بالمصطلح إنجليزي. ليش؟ لأن غناتي تغنية. طبعاً أنا غناتي قد ما أقدر أجيب الكلمة بالإنجليزي وأجيبها بالعربي، أقول أو كذا يعني مثلاً. ما شاء الله عليك. لأن يعني حبة حبة، لأن صعب إنك تجيب، أنا بالنسبة لي صعب إنك تجيب، أو هذا حقيقي صعب إنك تجيب الكلمة بالعربي. المعجم العربي مسكر وخلصنا من المعجم الإنجليزي متجدد، أي شيء تغني ينزل جديد لازم تكون اللغة يعني الكلمة بالإنجليزي، وبعض الكلمات ما تترجم. أعطيك سؤال، أنا أبيك تجيب لي بالعربي واي فاي شنو؟ لاسلكي. لاسلكي بس هل فما تجي لاسلكي؟ ما يجي يعني وايرلس ما يعني الوايرلس أوكي هذا هو لاسلكي، بس واي فاي ما في، وكل الأشخاص يعرفونها واي فاي. طيب ليش ما قلت أنت؟ ليش تعلمت الواي فاي ما تعلمت كلمة بالعربي؟ لأنه ما موجود بالعربي، فأقول لك إياها واي فاي. مثلا أقول لك بلوتوث بالعربي تقدر السن الأزرق ما أدري بلوتوث بالعربي ولا إيش؟ ما في ما إيه، فلازم يكون بالإنجليزي، ما في شيء بالعربي. فأنا قد ما أقدر في غناء، لو بتفتح قنوات تغنية ثانية يجيبونها بالإنجليزي ولا يجيبونها بالعربي أي شيء يعني كثير، لكن أنا صعب إني أجلس أترجم لك كل مرة. يعني مثلا ما أقول لك بروسيسور، أقول لك بروسيسور وأقول لك معالج. الرام أقول لك رام، بس ما أقدر أقول لك ذاكرة مؤقتة، تملينا من الأشياء دي يعني ذاكرة مؤقتة، رام يقولونها الناس، ميموري خلاص. فصعبة إنك تجيب، مستحيل تبي تعرف التقنية ما تعرف شيء قليل بالإنجليزي، لازم تتعلم. يعني في أشخاص، أنا قبل ما أجي أمريكا ما أعرف إنجليزي، بس أعرف الكلمات الإنجليزية، الكلمات الإنجليزية لحق التغنية، أعرف يس ونو كنت ذيك الفترة، بس أعرف الكلمات الإنجليزية لحق التغنية، لأن شيء طبيعي أنا أحب الشيء لازم أتعلم عليه. فأنت إذا كنت تحب الشيء أو تبي تتعلم هذا، وما توقع إنك تقدر تحصل غناء تترجم لك الشيء قد ما ترجمه أنا وأتعلم، فمستحيل تحصل شيء بالإنجليزي معرب كامل. ورأيك أنت؟ شوف أنا دائما كان يطقطق علي على أساس إنه في كلمات إنجليزية أقولها كذا بالغلط حتى تطلع بدون قصد، بس ما تيجي الكلمة بالعربي، والناس ياخذوها من ناحيه ايش، اوه يعني اني شوفوني دارس برا. هو الهرجه مو هنا، الهرجه انك خلاص انت تتعود على اللغه، الدماغ حيتبرمج انه خلاص حيمشي على اللغه هذه، فصعب انك حتقعد تحول بين اللغتين. صح، وانا فكرت فيها وانا حاولت يعني مع اشخاص مثلا كلمه او يعني استل شلون تقولها بالعربي؟ استل يلا تحطها اوكي، بس يعني حتى يعني حتى لو مثلا تقدر تقول حتى لو، بس انه كلمات دي لازم تقول. ثاني حاجه اذا جينا هنا يعني كمبتعثين او شيء، طبعا ما له شغل احنا بالتغنيه، لكن كمبتعثين نجي هنا، انا من الشرقيه نتكلم عربي؟ اي دي ما علي، بس حتى لو انه ما عرب، انا من الشرقيه اقابل واحد من الغربيه اللغات حقتها او الكلمات حقتها ما افهمها، انا جايين هنا نتواصل بالانجليزي على بعض الكلمات. يعني مثلا اذكر عبد الله الشطي يجلس معنا يتكلم مثلا ابو نمر محمد البقمي، يطالع فيه عبد الله، يطالع فيه عبد الله، عبد الله من الكويت يقول ما افهم شو يقول. ففي كلمات احنا جايين هنا كعرب من دول العالم وافريقيا وما ادري شنو، ففي كلمات ما نقدر نجيبها بالعربي، فخلص احنا جايين متفقين هنا على لغه دارسين ندرس انجليزي، ففي بعض الكلمات لازم تقولها بالانجليزي، هذا خارج عن التغنيه. لكن التغنيه مستحيل تقدر تخليها عربي، ما تقدر تعربها ابد، لا تتعب. لو بتعربها اليوم بعد ساعتين ينزل لك مصطلح جديد، كلمه جديده ما تقدر تعربها. قبل الحين اذا عندك الايربودز مزبوطه وكانت عندك مشاكل، فبعض الاشخاص كانت عندهم مشاكل وراحوا قبل ابغى اعطيتهم الايربودز الجديده اي رفربشت او شيء اها الفيرموير حقها او السوفت وير الاصدار حقها داخل. طبعا ابل الايربودز ترى لها اصدارات تتغير، يصير لها تحديث، وتكلمت عنها في شرح في اليوتيوب. طبعا ما تقدر تحدث تلقائي بالحالة تحدث، بس سوفتوير غريب بالحالة ينزل لك. قبل ما اعطيتهم ديلي اي الساعه اللي تقدر تحدثها مينيموم تخش الساعه وفيرموير ينزل لك تحديث تحدث. فابل معطي الاشخاص اللي جايين واجهزتهم خربانه او الايربودز خربان، معطيهم ايربودز عليه الاصدار مش موجود، ما بعد تعلن عنه ابل يا عيني. ف الساعات الايربودز اللي عندهم الحين الجدد ما تشتغل،
فلازم ينتظرون. هذا الحركة الغبية من أبل مسويتها شنو، لازم ينتظرون و لين أبل تنزلهم التحديث عشان يشتغل ساعاتهم سماعاتهم. فأبل فوكس شوي. أوكي طيب، في خبر ثاني. خبر ثاني إن الآيفونات الجديدة آيفون 11 أبل في الصين مسوي خصم بعض المتاجر في الصين هناك. طيب مش متاجر العالم كلها بس في الصين، السوق الصيني معروف إن الشركات اللي يعني في بعض الشركات تنزل إصدارات معينة لحق السوق الصيني بس، في بعض الشركات أصلا مش موجودة في العالم بس موجودة في السوق الصيني. السوق الصيني بالحالة صرت ناجح فيه تبر ناجح في العالم كله، وبرضه بالعكس يعني لكن ناجح في العالم كله ما يحتاج إنك تخش في السوق الصيني، لأن السوق الصيني يعتبر عالم ثاني أو نص العالم الثاني، مثل جوجل مش موجودة في السوق الصيني لكن ناجح في الجهة الثانية. بس في الصين مثل ما قلت لكم الايفونات عليها خصم. ما ادري ابل مسوي ذي الحركه تبي تمشي اللي عندها، تبي ترفع المبيعات حقتها، لانه باقي كم على نهايه ابريل نهايه الشهر بتطلع المبيعات حقتها حق الربع الثاني لها من السنه. طبعا انا عارف ان الربع الثاني ما بعد نخش فيه بالكالندر العادي الميلادي، لكن ابل ها الثاني الكوارتر الثاني ايه دخلنا الكوارتر. لا نهايه الكوارتر الثاني. اوكي ابل السنه الماليه حقتها تبدا غير، يعني نهايه الربع الثاني اي نهايه الربع الثاني بيصير نهايه الشهر هذا، واحنا تو بنخش في الربع الثاني يعني. ف في نص الربع الثاني يعتبر احنا في نص الربع الثاني. لا على نهايه الربع الثاني عادل القهوه حقتك عادل على نهايه الربع الثاني يعني. بس الربع الثاني اجل حق السنه. المهم ان ابل بتنزل واحنا حساب 3 شهور اي ف ابريل بتنزل الحين المبيعات حقتها. ما ادري مسوي الحركه دي تبي تزيد مبيعات الايفون عشان دقيقة القهوة لتنكب. فهذا الخبر كله أوكي بس في الصين ومش في المتاجر كلها. مسوي عرض حركة عروض يمكن أو شيء ما ندري. أنا ما أني توقعت أنه يعني في حلين بسبب أزمة كورونا. الحل الأول أن الشركات راح ترفع أقيام أجهزتها قدام، لكن الشركات الثانية اللي بتنزل أقيام أجهزتها راح تربح أكثر. فهمت شلون؟ دلوقتي يعني في شركات بترفع لكن ابل ما في، يعني لو ترفع ما في النظام حقها هي، يعني بتروح حق اندرويد. فنشوف قدام في شركات راح ترفع وفي شركات راح تنزل علشان اوكي تربح ببطيء وتعوض بعد سنه سنتين ولا تعوض الحين. بس هذا الموضوع. طيب نرجع نكمل معاكم نفس الموضوع اللي بالعربي. انا بعطيكم مثال، يعني اذا جيت انا قلت المعالج ابل الجديد A14 اللي بينزل، يعني لازم اقول ما تجي، ما في إنسان في العالم ترجمها لك وقال لك 1014 ما تصير. أجيك في الترجمة مثل بعض الأشخاص يقول ليش جوالك بالإنجليزي، مستحيل تخلي جوالك بالعربي، الترجمة اللي بالعربي غلط. وثاني حاجة امسك جوال أندرويد من شركة وجوال ثاني أندرويد من شركة ثانية، أتحداك تخليهم بالعربي تشوف نفس الشيء. كل شركة ترجم لك بالعربي غير، المعاني تختلف. أكسسبيليتي الحين إمكانيات الوصول أول كانت ذوي احتياجات خاصة تقريباً على الأي ما أدري على الأي أوس 10 9 كذا فترجم ما تجي. ولو تمسك أجهزة أندرويد مستحيل إنك بالعربي ما تفهم، اللغة هنا غير اللغة هنا، ترجم بالعربي مش موحدة ما بنفس الكلام، فلازم تخليها إنجليزي هي الموحدة هي لغة التكنولوجيا. فهذه الأشياء اللي ما تقدر تدمجهم مع بعض. بليز اي شخص عنده سؤال يسالني هنا يكون افضل واقدر اسوي ريبلاي واحطه بليز بالعربي شنو ريبلاي اعاده رد واحطه هنا وارد على الكل هنا يكون افضل من ما يكون في الخاص عشان تعمل الفائده. فاضغط على اللي طلع لك الشريطه هنا واسالني هناك السؤال. شو هذه القطعه ريحتني كثير، هو كم مدخل فيها؟ فيها مايكرو يو اس بي USB-C لأنك تركبها هنا، فيعطيك إياه مرة ثانية. فيها 3.5 الهيدفون جاك حق السلك السماعات. فيها SD كامل ذاكرة الكبيرة. فيها HDMI وفيها USB-A هذه. طيب تركبها يتعرف عندك هنا، بتشوف عندك هنا جاهز ملفات اللي في USB كاملة، تقدر تسحب تسوي لك ملف جديد بكيفك أنت هنا، تقدر تنقل أشياء بكيفك مثلا تسحب هذا وتروح تقطه كذا بسهولة، يعني تخليك ضغط عليه وتسحبه. تقدر مثلا في أنواع كثيرة في حركات، مثلا نفتح كذا أبي أسحب ذا الصورة مثلا ذا الصورة، أسحبها وارميها كذا، إذا ما طلع عندي أقدر أرجع من هنا وأضغط عليه
هذه الذاكرة نفسها تفتح لي الذاكرة، أقدر أسوي ملف إذا كنت، ولا أسحب أي شيء وارمي على طول، أسحب 2 3 4 10 أسحبهم كذا وارميهم. طبعا الذاكرة ما بيملي ذاكرتها صحيح، فسهل جدا. طبعا ما بلازم تسوي ذا حركة تقصها عشان تسحب وتقط، تقدر مثلا تفتح صور عندك أو أي ملف ثاني، هذه الذاكرة أي ملف ثاني عندك، تروح حق الصور اللي عندك تضغط عليهم هنا، تضغط تحرير، تنزل تحت الملفات اللي هو الفايلز، تضغط عليه، تختار المكان اللي تبي تحطه، مثلا في الجهاز، في الاي كلاود، في الجهاز، في الفلاش اللي مركبها، اي فلاش تركب 2 SD، يعني بجميع الانواع اللي تركبها انت راح تشتغل عندك هنا. مثلا الحين انا الاس دي كانت طالعه دخلتها، فدخلت طلعت عندي امسيها جوبرو، كانت حق جوبرو وهذا حق صهيب، اقدر اسمي الملف، اضغط هنا اسوي ملف ثاني برضو داخل الملف او داخل الفلاش. طبعا دي الميزات كلها نزلت في الايوس 13 يعني من 7 شهور، فاهم شيء انه يكون جهازك يدعم اليو اس بي سي، فلازم الايبادات الجديده اللي بدون الايباد 2018 والايباد الجديده عشان تركب بالمدخل وتركب على طول. طبعا ما بلازم برضو المدخل، ما بلازم دي القطعه، القطعه شرحتها ذي، تفتح القناه حقتي في البلاي ليست او شو اسمه البلاي ليست، قوائم التشغيل، قام تشغل في القناة حقتي، تشوف الشروحات، تقدر تشتري القطعة، شرحتها وحطيت القيمة حقتها أو منين تشتريها يعني من أمازون. طبعا في قطع ثانية، في مداخل، في أي مدخل هنا، فلاش عندك تركبه، إيثرنت، تقدر يو اس بي سي خارج حق إيثرنت تركب إيثرنت، كيبل إنترنت، يعني أي شيء يو اس بي سي يدعم يدعم لك إياه، حتى ماوس تقدر تركب ماوس خارجي، كيبورد خارجي، كل شيء تبي تقدر تركبه من المدخل. وإذا كنت تبي تستخدم بس فلاش يعني ما يحتاج، ما تبي مداخل ثانية وش دي ام اي ولا شيء، ذي في فلاشات فيها يو اس بي سي جاهزة، هذا يو اس بي سي تقدر تركب على طول يتعرف. طبعا دي الفلاش مسوي لها مراجعة برضو، شريها من امازون، في يو اس بي سي، وفي لحق الكاميرات ما في يو اس بي سي تكون يو اس بي اي، ولحق الايفون طبعا لازم برنامج يركبه ويشتغل في الفايل حق الايفون، الايفون بس لازم تفصلها هذه وتركبها في الايفون، في برنامج لها خاص تنقل ملفات فيه. اما اليو اس بي سي كجهاز تركبها يشتغل عندك في الفايل على طول. طبعا برضو شرحها في الملف، ملفات النظام، مو ملفات النظام، بلاي ليست، شو اللي قلت اسمها؟ بلاي ليست، قوائم التشغيل، قوائم التشغيل، قوائم التشغيل في القناة حقتي حق الشروحات شرحها دي كاملة. الايفون بهذا المدخل، واي جهاز ايفون او ايباد قديم بهذا المدخل لها الفلاش، لها برنامج خاص، تبي البرنامج الخاص لشركة العلبة تشوفه موجود عليه، او انك اول ما تركبه في الايفون حق يطلع لك تشعار يقول لك حمل البرنامج. اي نعم البرنامج مجاني، ف بس تحطه في كذا يطلع لك البرنامج، البرنامج ما يحتاج تستخدمه، راح تقدر تستخدمه ولا شيء. الحين شارحه في الفيديو اذا كنت تبي تشوف الفيديو عشان تعرف البرنامج في الفيديو نفسه. تكلمت معكم كثير عن ان ابل هي اللي تقود التكنولوجيا، لا تتعب نفسك، تحب شركات ثانيه احترمك، لكن أبل اللي تقود التكنولوجيا، من زمان تكلمت عنها. أبل بتطيح، طاحوا ناس، دول طاحوا، شركات طاحوا، أبل ما طاحت. كورونا ده شيء طبيعي، لكن كتغنية أبل اللي تقود التغنية والتكنولوجيا. وتكلمت وقلت لكم أبل مش صبارة إنك تحط الشيء، لكن إذا جت تحط الشيء تحطه صح، أوكي؟ تحط الشيء بمفهوم العدل، إذا جت تحط لك الشيء تحطه بمفهوم العدل. إذا جات شركة قالت لك في اوديو زوم، حطت طلعت انه مش اوديو زوم، لازمت على الشيء يقوى الصوت، المايك او اللاقط يقوي ويطلع لك ازعاج زياده برضه. لكن ابل حطت الاوديو زوم صح، اوديو زوم عدل، جبت اشياء كثير يعني. ابل حطت فيس اون لوك، حطت ابل عدل، يفتح في وجهك اوكي، يفتح حق اخوك اذا صار يشبهك وكل شيء، لكن حطته بالضبط. الشركات الثانيه جات بتحطها، حطت لك مستشعر العدسه العين وطلع فيه مشاكل، وطلعت تسوي لك مشاكل في العين وطلعتها قالتها خلينا نحط ابديت، سويت ابديت وحطت تحذير ترى هذه سبب مشاكل. ابل جت تحط الشيء تحطه عادل وسيفتي عادل. الشركات قالت وتكلمت ان ابل هي اللي تقود التكنولوجيا، ابل هي معلمتنا ومدرستنا، وقلت لكم عنها وجاء اشخاص شد دليل ورفعت لكم، حطيت لكم سنه مره، حطه مره ثانيه وكتبت لكم، حطيت لكم روابط ان مدير شركه سامسونج، مدير شركة هواوي قال الناس حتى أهله لو تكتب في جوجل، اكتب في جوجل تشوفه إنه يستانس بالآي أو إس وأبل، وأبل مدرسته ومعلمته حق الشركة أو العراب يعني تبر حق الشركة، ف وأعيال إنه يستخدمون آيفون. مدير تسويق سامسونج كم مرة فكده مسكوها قبل سنتين عند أجهزة أبل، مسكوها عند اختلاس ما اختلاس،
هواوي وسامسونج في الشرق الاوسط يقردون في تويتر الشركه نفسها تقرر بالايفون. طيب نعرف ان هواوي كوبي بيست من ابل في اشياء كثيره، واي فاي كولنج، حطت واي فاي كولنج على طول. طبعا لا احد يسالني شنو هو الاشياء، ابحث في جوجل بليز، يعني ابحث وراح تحصلها. جات درجه التطبيقات ما مش موجود في الاب، فابل خلت الاندرويد حطت نفس حركه الايفون، او التطبيقات نفس برامج الكاميرا نفس الحركه نفس الشكل الداخلي. ابل كارد نزلتها ابل السنه راحت، هواوي نزلتها هنا هواوي كارد. شوف التوجه هذا، لكن لا تقولني بعدين ان ابل بتطيح ولا ابل خايسه ولا ابل الشركه. انت اذا كنت تمدح شركه، انت تمدح شخص، الشخص ياخذ من ابل، اوكي؟ يعني انت تمدح شركه، الشركه هذه تاخذ من ابل، تحط ميزات زياده ليش؟ لان السوق حقها من يعني منتشر، يعني هواوي لازم تحط اكثر ميزات، لان سامسونج تاخذ مكانه ولا ون بلس ولا، يعني الشركه هناك او السوق هناك قوي. لكن الاشياء اللي نحتاجها والاشياء اللي احنا نبغيها ونحتاجها والاشياء الضروريه، شركة ثانية تدري من أبل. بعد الآيفون شو اللي صار؟ يعني قبل الآيفون كيف الجوالات، وبعد الآيفون كيف الجوالات، قبل الآيباد كيف التابلتات اللي نزلت قبل فترة اللي ما حد قام يستخدمها، بعد يعني بعد ما نزل الآيباد كيف التابلتات، وين راحت ساعة أبل، وين شركات ثانية أصلاً ما بقدر توصل حق ساعة أبل أصلاً. الشركات الثانية تحس أكسسوارز ونادر الأشخاص يستخدمونها خصوصاً بالأندرويد. أبل هنا شوف كم مبيعاتها صارت أقوى من الساعات أو البراند حق الساعات العالمية. فش باقي بسكم من الكلام، يعني ندري إنه في شركة هي اللي تقود التكنولوجيا، شركات ثانية تحط لك أشياء وتشيلها. وين الفينجر ما أدري شو اسمه اللي في سامسونج اللي من وراء اللي حق دقات القلب، ليش شلته سامسونج ما حد تكلم؟ وين في الجالكسي إس 5 مدير سامسونج يوم طلع 2015 تقريبا او 2014 او 13 في ذاك الوقت، يوم قال بيجر بيكسل بيتر بيكتشر، بعد من 64 ميجا بيكسل نزلها 16 ميجا بيكسل، من 16 تقريبا نزل 12 لان ابل كان 12. وين بيجر بيكسل بيتر بيكتشر ونزل 12 وتم 34 سنوات الحين قام يرجع، وين البيكسلات؟ وين الكلمه حقتهم بعدين يرجعون؟ وين الايفون ما كويس لانه ما فيه هيدفون جاك؟ وين جوالاتكم فيها هيدفون جاك الحين؟ شفتوا كيف اللي معاه ايباد شو يسوي؟ ياخذ السؤال ويكتبه في ورقه وبعدين يسوي الاسكان ويرفعه. شوف شو اللي عنده ايباد شو يسوي؟ على طول من حمله هنا يكتب ويرفع على طول. شفت التكنولوجيا؟ عندك شو اسمه ذاك كتاب، ما ادري كتاب، ما ادري شو اسمه، سيرفس برو نفس اللي عندي بس ما يفيد في الكتاب. شوف هذا 20 تكتب يعني ليش تسوي حركة؟ ليش؟ تعب نفسك ليه؟ خل اوقف دلوقتي اسوي كوبرايتر في اليوتيوب الحين. لازم تسوي براكتس. براكتس حق شنو؟ تعب نفسك وتسوي تكتب في الكمبيوتر؟ خسر. ها؟ انك تتطور نوصل الكمبيوتر نرجع نكتب على الحجر؟ انا نرجع في يوم نكتب على الحجر، انت ما تدري. تكتب سكان وترجع مرة ثانية وتعب. شوف على طول هنا، ولو تحفظها عندك، يعني اذا تقدر تكلمني بعد 3 سنوات اورك. ترى عندي هنا كلاسات قبل تحفظ هذه شو اسمه حق جيالك صح؟ تسكر تعرف السكوك القديمه بالسعوديه اللي تحطها في ال... شفت صح؟ انا دائما يفضل موجود، يقول لك لازم نسويها. أبل أعلنت عن، يا أخي حتى لو بيقول الخبر يطلع محادثتك في الساعة، أعلنت عن سوفتير جديد 6.2.1 ساعة أبل علشان تعدل فيها الفيس تايم مع المكالمات حق الأشخاص، أجهزة القديمة اللي من تحت الـ iOS 9
كانت فيها مشاكل لو نتكلمهم، فالحين عدلتها مع السوفتوير دي في ساعة تابل 6.2.1. طبعا تقدر تحدثها من الساعة على طول، تخش الإعدادات وتخش الضبط نفس الحركة وتحدثها، لازم الساعة تكون شابكة على الشاحن وفيها فوق 50% أو من الجوال، بس برضو الساعة لازم تكون شابكة على الشاحن 50% فيها شحن، ووقت التحديث لازم تكون شابكة على الشاحن، تكون فوق 50 لازم تكون شابكة على الشاحن على طول. السلام عليكم. نعرف الحين بسبب كورونا أكثر أشخاص يلبسون كمامات، فالمصيبة اللي تواجه الأشخاص اللي يلبسون كمامات إنه ما يقدرون يفتحون جوال حقهم بالفيس آي دي في الوجه. فأتوقع أنا بوجهة نظري إن ذا الوقت هو الوقت المناسب إن أبل لو تبي تنجح تبي تبيع جوال، مع إنه ما في شركة تبيع جوال، فإن هي تنزل جوال الناين خصوصاً في الصين في الدول المكتظة بالفيروس، إيطاليا وما غيره، يعني جهاز بالبصمة جهاز 300 دولار، فراح يكون مبيعاته قوية. فالبصمة الحين هذا الحل الوحيد إن الجهاز إنه تفتح بالوجه، لكن بعض الأخبار تقولك إن تقدر تحل ذا الوجه أو تفتح وجهك تفتح بالفيس آي دي تفتح الجهاز حقك. فهذه الطريقة إنك تلبس الكمام نص وتسوي الفيس آي دي مرة ثانية وتلبس من جهة النص الثانية وتسوي الفيس آي دي. أنا بالنسبة لي ما جربتها، لكن جربوا أنتوا شوفوا، فطبقوا الطريقة نفسها، خشوا الإعدادات حق الأونلوكت وجربوا ذي الحركة، يعني تحذفون الفيس آي دي حقكم وترجعون مرة ثانية تسوون الحركة بالماسك جهة واحدة وأنت تسوي الفيس آي دي، ترجع مرة ثانية بالجهة الثانية مع الستب الثاني وتسوي وتجرب. فبعض الشركات أو بعض الأخبار تقول لك هذه الطريقة اللي هي راح تنفع، جربوها بس خبر وقلت أشارككم إياه. السلام عليكم. السلام عليكم. في أشخاص كثيرين عندهم آيباد ولا يستغلون الآيباد قوته، يعني خصوصا في المالتي تاسكينج في فتح البرامج، كيف تعدد البرامج اللي تفتحها واستخدامك للجهاز. فاحنا بوريكم النظام اللي عندي لايو 13. طبعا ممكن لايو 14 راح يكون ميزات اكثر، فاي جهاز عندك آيباد يدعم لايو 13 ومن الآيباد ميني 5 تقريبا ومطالع، فعندك الميزة وتقدر تستخدمها. كبداية برنامج، اكثر الناس يستخدمون برامج كذا مفتوح البرنامج خاص استخدمه، لا انا اكلمك الحين كيف تستقل الميزات اللي موجوده في الايباد، كيف تفتح البرامج، كيف تستخدمه، يعني يكون عندك افضل في الاستخدام. فمثلا فاتح التويت بوت او تويتر وبرسل رساله مثلا او بسوي تويت، يعني فلو فتحت التويت بوت الحين وضغطت على ارسال فاتح لك الرساله الحين مرسلها، بضغط الصور هنا بشوف الصور، لكن في طريقه ثانيه مثلا افتح الصور عندي كامله في الجنب، فالحين فاتح الصور عندي في الجنب اقدر اشوف الصور عندي كلها، اقدر اسحب الصور اشوف كيف وانزلها في التويتر بوت واسوي لها تغريد هنا على طول. هذا الحين برنامج فاتحه في الخلف والبرنامج الثاني عائم. اي برنامج يكون عندك عائم الحركه انك لو سحبت البرنامج ورميته هنا وما خليت الجهاز او البرنامج يقصه في الجهاز، فيعتبر الحين حجم الجهاز او البرنامج يشتغل نفس صيغه الايفون او نفس الثيم او نفس استخدام الايفون. الحين كان ايفون صغير حتى البرامج والتعديل اللي تحت نفس الايفون، فحتى لو انك فتح برنامج ثاني، الحين فتحت تويت بوت هنا اقدر افتح برنامج ثاني مثلا واحطه هنا، فتحت برنامج ثاني اقدر اتنقل بينهم نفس شكل الايفون، هنا تنقل بينهم بنفس الطريقه مثل ما اشوف كل ايفون، افتحهم كلهم اسحب فوق واشوفهم كلهم، افتح ثلاث برامج كم تبون زياده يعني، طيب راح البرنامج مثلا اسحب عليه ارجع كذا، شفت كيف مثلا عندنا هنا وقاعد اقرا شيء ابي اروحه اسحب واقطع ارجع مثل ما قلت لكم كذا، اتنقل بينهم كذا، ابي اقرا الصفحه كامله اللي في الخلف اودي نفس الحركه كذا. طيب فاتح برنامج ثالث مثلا، شوف لكم برنامج ثالث مثلا كذا ارمي هنا، الحين ثلاث برامج شوف كيف التنقل. اي برنامج يكون صغير راح يكون بصيغه الايفون او الشكل حقه نفس شكل الايفون، احذف البرامج نفس الحركه دي. طيب عندي البوم الصور الحين ابي اخليه كامل كبير، ابي اقص الشاشه بكامله اضغط عليها فوق انزلها واروح في الجنب، شفت كيف الحركه، اوديها هنا واتركها نقص الشاشه، اقدر اكبر واسقط كيفي. خلينا كذا الحين اقدر افتح برنامج ثالث عائم نفس الحركه اللي قبل شوي مثلا الصور وتويت بوت، هنا افتح مثلا اليوتيوب مثلا اسحب اليوتيوب واقطه هنا مثل ما اشوف عائم اليوتيوب، الحين هنا برنامج وهنا برنامج وهنا برنامج، واشوف فيديو هنا واخليه هنا، اقدر اوديه هنا على جنب
ارجع اسحبه وارجع مره ثانيه، افتح برنامج ثاني هنا مثل ما نشوف، اتنقل بينهم، اسوي الحركه ذي. طيب البرنامج هذا ابقيه هو يكون اللي في الخلف، نفس الحركه اسحب عليه واقطه هنا ولا اقطه هنا، شفت حركه الظل اللي تجي في البرنامج الخلفي، انا اقدر اتحكم فيه. اوكي برمي هنا اسحب عليه وهده، صار كذا، ونفس الحركه كلها انا اقدر اسحب كذا واشوف البرامج اللي مقسمهم انا. فخلينا على البرنامج هذا. طيب خلصت الحين وابي برنامج اليوتيوب يكون كامل، ما ابي بالنص، وابي اترك هذا تويتر. من نفس الحركه دي اسحب عليه وارمي كذا، يتكنسل يكون البرنامج عندي كامل. هذا المالتي تاسكينج. طبعا اي برنامج عندك مثلا موسيقى، فتحت الموسيقى يصير عندي البرنامج هنا مثل ما نشوف صيغته اللي الحين موجوده، صيغه الايباد كبير، صيغته كبيره، شوف شوف الديزاين حقه وكل شيء يختلف الديزاين على ديزاين شكل الايباد، لكن بس اقصه اكنسله كذا واخليه صغير يكون مثل ما نشوف نفس الايفون، يكون يصير صغير يصير نفس الايفون، ارجع اكنسله. طيب البرنامج هذا ما ابي عائم ولا ابي بالنص، ابي يكون هو الرئيسي، اسحب عليه وارمي فوق كذا مثل ما نشوف وهده يكون كامل. طبعا هذه الحركه تقدر تسويها باشياء كثيره، انت بكيفك يعني، تفتح الفايلز عندك، ما بفتحها، تفتح الفايل تخلي على جنب، تفتح الصور تسحب شيء وتقطع هنا، تسحب تفتح برنامج الفايلز نفسه مرتين، يعني تفتح الفايلز الحين ومثلا تفتح الايديتنج تضغط عليه نيو ويندو، تفتح الجهه الثانيه نفس البرنامج مرتين، ونفس الحركه تنطبق على سفاري برضو. لو تفتح سفاري، طيب الحين في سفاري مثلا نبي نفتح صفحتين، صفحه واحده في سفاري الحين فاتحين، نضغط هنا، نضغط هنا نيو ويندو جديده، فتفتح بالجنب هنا مثل ما نشوف. تبي مثلا تبي تفتح صفحة ثانية لكن تخليها فوق في التبويب هنا مثلا، فتروح حق الصفحة اللي تبيها تضغط عليها ترميها هنا، راح تنفتح لك على طول في نفس الصفحة. لكن تبي تبويب ثاني تصعد فوق وتشوف مثل ما نشوف، فتح لك في تبويب ثاني، نروح هنا نتنقل بينهم كذا. ممتاز الحركة ذي، يعني شوف كيف من جهتين تقارن عندك شيء فاتح، أو أنك مثلا نفتح ملاحظات مثلا، ملاحظات نفس الحركة نفس الطريقة اللي قلت لكم إياها من قبل، ملاحظات فاتحين هنا كامل، تفتح ملاحظة جديدة مثلا، ترفع تفتح سفاري وتحطه على جنب مثلا، تكتب نوت عندك هنا وتقارن من الموقع، عندك البرزنتيشن، عندك شيء تبي تكتبه، تجمع معلومات، تضغط على أي صورة عندك تسحبها مثل ما نشوف. طبعا وقف سناب ففي الوقت نفس الحركة تسحبها وترميها، تكمل تبي تكتب بالإيد، تبي تكتب بالقلم، تفتح الصورة نفسها تبي تكتب عليها مثل ما نشوف، تسوي كل شيء. فالمالتي تاسكينج لازم لازم يعني حرام ما تستخدمونه، يعني مثلا أوكي تفتح الموسيقى هنا، تقلك الموسيقى اللي تبيها وترمي على جنب، تكمل تفتح الأشياء، ترجع مرة ثانية تحدد الشيء اللي تبيه، تغير الشيء ترجع تكنسلها، أو خلص من السفاري تبي تكمل الملاحظات تسحب سفاري وترمي كذا على جنب يروح، ترجع حق الميوزك يتم عندك هنا، تحذف البرامج هذه اللي فتحها في الميوزك. المالتي تاسكينج هنا ممتاز. انا اتمنى ذي الحركه ما راح ما اتمنىها تنزل في الايفون، انك صعب في هالشاشه تسوي الاشياء دي الصغيره كلها، لكن اتمنى في الايوس 14 تتحدث هنا، خصوصا ان البرامج اللي تفتحهم قص الشاشه وتفتح برامج لازم يكون عندك في الدوك تحت، يعني صعب انك تطلع، لازم تفتح البرنامج الرئيسي اللي قبل ما تقصه هو اللي يكون مفتوح، على كان اذا كان مش موجود تحت، يعني مثلا اب ستور مش موجود تحت عندي، اذا فتحت سفاري كيف افتح اب ستور؟ اب ستور مش موجود تحت عندي، لازم اخلي اب ستور هو الرئيسي اللي فاتحه، بعدين اضغط هنا وافتح سفاري. فاتمنى في الاي او اس 14 اللي بينزل ان ابل تسوي حركه جديده وتنزل هذه، وفي الايفون اوكي ممكن في 6.7 الايفون اللي راح ينزل 12 تنفع، لكن ابل لازم تسوي لها حركه غير اللي موجوده هنا، يعني ذي الشاشه كبيره الاشياء دي اللي نسويها يمين يسار وترفع كذا وتروح، صعب انها تكون في جهاز صغير، يعني 12 انش 11 انش يمكن 7.9 انش الايباد ميني ما اتوقع انها بتكون مفيده، لكن انا بالنسبه لي مفيده جدا هنا، يعني اي خلفيه اسويها حق مثل هذا الخلفيه مسويها حق البرنامج هذا او الفيديو هذا في اليوتيوب، خلفيه ثانيه مسويها نسق، افتح سفاري احط صوره اكتب شيء وارجع الصور حقيني كلهم مالتي تاسكينج نفس الحركه اسويها. فحركه مفيده تفيد جدا، يعني انا مستحيل استغني عن هذه الحركه، هذه الحركه اللي خلتني احب الايباد اكثر، اقص الصفحه افتح السؤال في الجنب، افتح برنامج ثاني في الجنب واجلس احل السؤال، فحركات ممتازه، يعني اجمع النوت كيف بديت ارتب المواضيع عندي نفس الحركه.
فمن ابل تسوي لهم بروف زياده. تخيلوا ترى الجهاز 4 جيجا اللي قبل قاعد اشرح لكم اياه، ترى الجهاز ايباد 2018 اوكي 4 جيجا، وشوفوا شلون يستخدم. تخيلوا يعني مع ال 16 جيجا مثلا، 16 جيجا له، مع ال 6 جيجا اللي بتنزل او اللي نزلت في الايف في الايباد 2020 مع الايفون الجديد مثلا 6 جيجا، ايش بتسوي؟ شو بتعطيني؟ شو بتخليني نفتح برامج اذا قدرت افتح معكم كل الاشياء دي وبال 4 جيجا ايش بنسوي قدام؟ ف ما لي شغل بالارقام 6 جيجا ولا 4 جيجا، لكن انا لي شغل بالاداء او بالميزات اللي راح تعطيني اياها. بس تقريبا شرحت لكم. تخيلوا تستخدمون دي مع الماوس، مع تراك باد، مع الاي او اس 14، قصدي مع الاي او اس 13.4، فبتكون افضل بكثير. فبس السلام عليكم. هذا نهايتنا يا خوي، ايش بعد الاختبار؟ تدري انا ايش سويت قبل شوي؟ تركت الاختبار، رحت ذكر دورة مياه من ما بمعاهم انا هناك، تاخذ دورة مياه بس انا ببالي باب موجود. ايش سويت؟ ايش سويت؟ غسلت بعدين حطيت صابون وقعد افرك ايدي ومشيت طلعت. ما شاء الله ما شاء الله، سكرت طلع بالصابون بيد. طيب اول سؤال، الجواب جاوبته قبل يومين في سناب شات هنا وشرحت كل شيء، جاوبته قبل يومين وقبلها برضو جاوبته. فاذا كنت جديد توك ما توك ضايفني، انتظر يومين ثلاث ايام راح ينزل نفس السناب اللي حطها هنا، حافظها انا ورفعها في اليوتيوب، لكن في يومين ديل ان شاء الله راح انزلها في اليوتيوب، قناتي في اليوتيوب. طبعا باختصار انت اللي تحدد اللي لك، انا تكلمت هناك بشيء تفصيل ما اقدر انا اجاوبك. انا التفضيل حق ما اقدر اقول لك اياه لان تفضيلي غير تفضيلك، يعني برامج الاوفيس موجوده في الايباد، بس انا بالنسبه لي ما استخدمها كثير، استخدمها ويندوز افضل، لكن تاب بالنسبه لي في الايباد افضل. المالتي تاسكينج في الويندوز حلو لكن في الايباد اسهل. ف الى الان ما اقدر اقول لك تفضيل، كل واحد تفضيله. افلام والاشياء دي يعني الايباد شوي افضل، لكن الويندوز له برامج الخاصه فيه، فانا ما اقدر يعني ما اقدر امدح لك شيء. انا لازم انت تستخدمه اثنينهم وانت اللي تقارن يعني بين الجهازين. اسف يعني ما اقدر اقارن نظام ويندوز بنظام الاي او اس او الايباد او اس. هو الويندوز اكبر واعمق واقوى وافضل، مش يعني اداء يعني يعتبر لابتوب كامل، لكن ما ادري الاحتياج الكثير يعني بعض الاشخاص يغنيهم الايباد او اس عن الويندوز، بعض الاشخاص ما يغنيهم، بعض الاشخاص قلت لك يعني البي سي يمكن يغنيك عن اللابتوب، بعض الاشخاص ما يغنيهم، بعض الاشخاص الجوال يغنيهم عن الايباد ويغنيهم عن كل شيء ما يحتاج يستخدمونه. فانت واحتياجك والاشياء اللي قلتها لي ما ابي انصحك في شيء وبعدين يطلع استخدامك غير يعني في الاصل اللي قلته، وممكن تقول اوه كذب علي. فاسف، لازم انت اللي تقارن وانت اللي تحدد. وانتظر يومين ثلاث ايام ان شاء الله ينزل في القناه عندي شرح كامل حق الأشياء اللي تكلمت عنها، ويمكن توصل لك معلومة أكثر. وشوف أنت المقارنات، مع أنه ما راح تكون يعني على حسب أنت واستخدامك يعني. يعني حتى مايكروسوفت اللي قلت لك أنا مايكروسوفت عندي أفضل في الويندوز عن الآيباد، لأني أصلا ما أستخدم المايكروسوفت أوفيس، فأستخدم بيجز، أستخدم الكينوت. فأنت واستخدامك، ما أقدر يعني. متى أبل تزيد دقة الشاشة؟ ليش؟ علمني ليش وصلنا كواد اتش دي فوق الفل اتش دي؟ ليش تبي دقة الشاشة؟ أرقام؟ ليش؟ ليش؟ بليز يعني ليش؟ في جوال 7 انش ولا لا؟ ما تحتاج دقة أكثر. إذا رفعت الدقة راح تتأثر على البطارية، استخدام البطارية يعني خلاص. دقة الشاشة، دقة الشاشة كواد اتش دي يعني خلاص فوق الفل اتش دي. هذا يعني أنت لو تفهم كيف الشاشات لازم تكبر دقتها. إذا كل ما تكبر الشاشة، كل ما يكبر حجم الشاشة، التلفزيون كل ما ترتفع كل ما يكون 50 بوصة أو 60 أو 100 وشوى، حين وصلنا على الـ 8K، كل ما يكبر حجم الشيء والمسافة بينك وبينه، هذا بينك وبين هذا اللي تستاهل إنك ترفع دقة الشاشة. يعني أنا فول اتش دي بالنسبة لي في 6 إنش ممتازة، إلا إذا بدخل الشاشة كذا. كل مرة أقول لكم يعني تملون منها، لأن السؤال نفسه جهاز هذا كبره، المسافة اللي بينك وبينه ما راح يعني تشوف أشياء أكثر إلا اللي قربت، او ان تكبر الشاشه. كل ما تكبر الشاشه كل ما يبي الريزولوشن. ابل الان والشركات الثانيه كواد اتش دي ممتازه، جاك شركات ثانيه خلت لك 4K وكنسلتها بعدين في جوال 4K. ايش تسوي فيه؟ ايش تسوي فيه 4K؟ 4K على الاقل 50 بوصه، على الاقل اوكي 45 بوصه شاشه تلفزيون عشان تشوف 4K يستاهل.
اسوي لكم فيديو تسريبات الايفون 12. تعبت وانا اسوي فيديوهات، افتح القناه وروح البلاي ليست قائمه التشغيل قوائم التشغيل، شوف هنا في خيار قائمه لحق تسريبات ابل. تعبت وانا اسوي لكم تسريبات هناك، كل يعني في الشهر ما اكثر من 2 أو 3 أو 4 فيديوهات تسريبات، وعندي تسريب ثاني باقي لي بس اسوي الاخراج وبرفع لكم ان شاء الله الاسبوع هذا، يمكن بكره يمكن بعد بكره، لكن في تسريبات كثيره سويت حق الايباد، اي الايفون اي تسريب ينزل اسوي. التسريب الجاي راح يكون عن الايفون 12 والاي او اس 14 ان شاء الله بكره بعد بكره ينزل، لكن في تسريبات كثيره يعني تقدر تشوف كل شيء جايز. تقدر ابل تحط منها يو اس بي سي لكن ما اتمنى، لانه خصوصا الاجهزه الصغيره يعني ابل الحين تتوجه او الاشاعات سويت لكم تسريبات حقها ان ابل تبي تكنسل المدخل بالكامل، تشيل مثل ما شالت الهيدفون جاك راح تشيل المدخل بالكامل ينقلب الجهاز وايرلس. طبعا الشحن الوايرلس صعب الان انه ما يعتبر وايرلس، انك بتحطه على الباد تحطه على الوايرلس تشارجر ذا، لكن انه يصير بعيد وهو في ايدك يشحن. في تسريبات طلعت حق شركات مسوي ذي الشيء، لكن الى الان ما طلعت شركه تستحق انها تسوي ذي الشيء، يقول لك خطوره الامراض من الامراض، لكن بيجي الوقت انه بيكون الجهاز في ايدك يشحن وانت ماسكه في ايدك بدون اي كيبل وشيء. لكن ابل صعب انها تنتقل حق يو اس بي سي وبعدها بسنه بسنتين تنتقل حق وايرلس كامل، فيمكن لكن ما اتمنى، اتمنى انه خلاص تنقطع، ما نبي ستبين اللي ينقل هنا وبعدين ينقل مره ثانيه هنا، خلاص اكسر كل شيء. وسويت لكم فيديو برضه في القناه فيديو عن الشروح وعن الاشياء دي، ان ابل بتنقل يو اس بي سي او انك تنقل وايرلس تشارجر على طول كامل بدون مدخل، فالافضل انه بدون مدخل ننتقل هنا وننقل يو اس بي سي ونرجع مره ثانيه، فما اتمنى ذا الشيء. خصوصا ان اللايتنج الحين يدعم 18 واط، فابل ما اتوقع انه بترفع فوق ال 18 اذا الايباد الان، يمكن ترفع في المستقبل، لكن الايباد حد 18 واط مع انه يو اس بي سي، يعني يقدر ترفع اليو اس بي سي يوصل الشحن حقه الى الان الماكسيمم الى الان، يمكن في المستقبل يزيد 100 واط اللي هو موجود نفس اللي في اللابتوب، لابتوبات ابل ماك بوك برو 15 انش او 16 انش تقريبا الشاحن حقه 96 وهو يوصل 100 واط حق حد، فعند المسافه انك تحطها مثلا في الايباد، لكن 18 واط ممتاز في الشحن. نشوف قدام انه ترفع الشحن شيء طبيعي، لكن اذا رفعت الشحن ترفع حراره الجهاز وراح ياثر على الجهاز، لكن خلونا كذا 18 نقلب وايرلس في المستقبل. انا من النوع عندي باور بانك، استخدم باور بانك بس في الوقت القليل لاني صعب يعني اكثر الوقت اكون في اماكن فيها جدار وفيها شاحن، فاستخدم اذا كنت مثلا بطلع مثلا خصوصا في الصيف كامبينج يعني ما بعد، لكن طلوع فوق الجبل هناك ونروح ورا راح تشوفون سناب قدام، لكن تونا داخلين في الصيف او ما يعتبر في الصيف عندنا، يعني الشمس طالعه حلوه لابس جاكيت حبه حبه عندنا. باور بانك في موفي او نسيت اسمها تقريبا، وفي انكر، في شركات ممتازه، شركة معتمدة من أبل، لكن دور الشركة اللي عندها براند قوي ولا الشركات دي العريقة ولها براند قوي، وخذ الشحن البي دي الباور ديليفري حرف البي والدي، هذا التقنية اللي دعمتها أبل، هاي يعتبر يونيفيرسال دي، فبعض الشركات اللي ما تستخدمها مثل أكسينوس دي ما تدعم الباور ديليفري، مثل سامسونج المعالج اللي تجي في الخليج تقريبا أكسينوس، فمعالجات سامسونج ما ادري هل فيها الباور ديليفري، لكن كوالكوم ستاب دراجون يدعم الباور ديليفري، فاي شاحن بشركه عريقه معروفه تدعم ميزه الباور ديليفري هذه يدعم لك الايفون باور ديليفري على 18 واط، هذا الشاحن الرئيسي للايفون، بس اختار لك شركه عريقه يعني. وافضل انك اذا كنت تبي حق الايفون اشتر الجراب مال ابل، ابل منزل جراب اللي هو سمارت باتري كيس حق ابل، اخذ حق الايفون ممتاز، انا استخدمه ممتاز جدا جدا جدا، سويت له مراجعه في القناه عندي، يمكن مراجعه لحق الايفون 10S الباور بانك حقه والحق الايفون 7 من قبل سنه قبل 3 سنوات مدري كم، وسويت لحق الايفون 11 برو ماكس سويت لكم استعراض لحق الباور بانك الكيس نفسه واستخدامه وكل شيء، فشوفوا نفسه في المراجعه، تخش بلاي ليست او قوائم التشغيل وتشوف هناك مراجعه سلسله حق المراجعات، تشوف هناك الفيديوهات للكفر. سويت فيديو لحق الجرابات لحق الايفون 11 برو ماكس في القناة برضو، لو تخش في اليوتيوب في البلاي ليست او قائمة تشغيل في المراجعات تشوف هناك سويت فيديو كامل حق الكفرات، سويت قبل سنتين لا قبل سنتين قبل 3 شهور او اكثر، وهذا جرب من الجربات سويته، راح يبين عندكم ما يعتبر ما راح يبان، لكن
قاعد استخدم الحين بكفر جريب تيو انه في جريب من ورا تمسكه، سويت له شرح وسويت له كل شيء هناك شو الافضل، افضل الكفرات من جريب تيو، وفي برضو من شركه سويت لها مراجعه برضو من شركه اسوس تقريبا جراب حق الايفون يكون فيه ماده من داخل تبرد على الجهاز حق الالعاب يعني، سويت له مراجعه برضو في القناه، وافضل برضو مال ابل الباتري كيس ممتاز كفر وباتري كيس، فهذه الشركات اللي استخدمهم الى الان. هذا اخر الزمن تقول لي سوي لي مساج عشان انا نجلس نسوي مساج عشان انا، انا اللي جاي من برا تعبان انت تسوي لي مساج، كان ايش ما تسوي لي انت مساج؟ ايش ما تسوي؟ انا ما نام، انا ما بني ادم صح؟ اوكي يلا نامي. خلاص سويت لك لعان. أنا بسوي عندي هومورك أسوي. خلاص بعد هذا آخر الزمن، شفت شلون؟ داخل معانا اليوم علي في اللايف، كمل أمورك. شفت علي الحين لايف على اليوتيوب. التروجلز ال R1 R2 يصير فيهم هابتك يعني. اوكي رجعنا لكم بعض الاسئله، وهذا سؤال من الاسئله، ايش الميزات في الاي او اس؟ الاسم يختلف اداء اي او اس واندرويد، اعتقد اتوقع انه دي اجاوب لك في سناب، كل واحد تفضيله، وتكلمت في سناب قبل اسبوعين ما راح اعيدها مره ثانيه، تكلمت وكان طويل يعني جزء قصدي من الأشياء اللي تعجبني. أول حاجة كيف التناسق بين الجوال واللابتوب والأيباد، إنك تحط هذا كأنهم جهاز واحد، الفيس تايم، الأي مسج، إيش باقي لك، كواليتي حق البرامج سناب شات، الوضوح حق سناب شات يفرق بكثير عن الشركات الثانية، دعم البرامج مع الهاردوير يعني جهازك مثلا الوضوح مع الشاشة كذا، فالبرامج حقتهم تدعم الوضوح هذا نفسه. آسف على الأصوات دي بس الناس ما أدري يقولها، ف أشياء كثيرة يعني الجهاز يتأقلم مع الهاردوير. فبرضو في شخص ثاني سأل لي نفس السؤال فالجواب حق من الأغوض، السؤال ما تقدر تجاوب عليه يعني. أوكي بتسوي مونتاج، السرعة الأيباد ممكن يكون أعلى من الماك بوك إير، لكن الميزات اللي يعطيك فيها الماك مش ما راح يعطيك فيها يعني مثلا فاينل كات تبر الآن ما موجود، وحتى لو نزل يعني هذا لابتوب وهذا تابلت وهذا آي أو إس وهذا ماك، لو بتقارن بقول لك اوه ده اسرع بس اوكي يعني نقول طالع فيني عندك نظامين تقولي اوكي ده اسرع بس انا بيده هذا افضل في الاشياء دي، هذا لابتوب وهذا تابلت، ما يعني لا تقارن جهاز، اذا كنت تبي تابلت ما عندك لابتوبات، تبي تابلت ما عندك الايباد، تبي لابتوب لابتوبات موجود، دي فئه ودي فئه يعني لازم تكون في بالك ان نفس الحركات انك تقارن جوال ابي جوال ولا لابتوب، ما تقارنهم، فالفئه هذه في النص بين الجوال واللابتوب، هذه فئه بالحاله تقنيك يمكن بجزء من اللابتوب وجزء من الجوال، لكن ما دقيق. كم يكلف اللابتوب من امريكا؟ خش موقع ابل واضغط على يعني www.apple.com افتح البي وتشوف الاسعار كلها هناك موجوده. هل يجي السعوديه؟ ما ادري، لان احيانا يفصلون يعني تحط الادرس حقك في السعوديه ما راح يجي، في شركات تحط لك مثلا يعطيك ادرس امريكا واحيانا تصدق ابل وما تخلي ما ترسل لك فلوس او ما ترسل لك المنتج، فتنتظر اسبوع اسبوعين ترجع لك فلوسك على حسابك، فما في شيء محدد تقريبا، بس كان ببالي شيء بقول لك يا بس نسيته. فانت تقدر تخش في بي وتشوف مثلا من تشتري تحط الساعه وكل شيء يطلع لك الوقت متى يرسل لك اياه، لازم الادرس في امريكا، لازم يكون الادرس حقك في امريكا لازم عشان يرسل لك اياه، في الامارات لازم تقريبا في الامارات برضه. ليش تحب أجهزة أبل أو أنظمة أبل؟ وليش شو الفرق بينها وبين البقية؟ جاوبت شوي. شو الفرق بين نظام أبل أندرويد؟ شو الفرق بين نظام أبل وبنظام الأندرويد؟ منين تبدأ منين تخلص؟ أعطني شيء يميز. مفتوح. لا. مغلق. ما بتف شو الأفضل؟ داك مور أوبتيمايز داك. حسن أكثر وداك يعني. داك إيه داك يعطيك الهاردوير يعطيك مثلاً معالج كذا بيعطيك قوته، الشاشة حقتك يعطيها نفس القوة، جاوبت عليه قبل شوي.
الكاميرا كذا راح تصور لك كذا. البرنامج حقك لازم يتعمد الشيء خلاص برنامج. اما في الاندرويد ارقام ال 16 مثلا لازم تستخدم الكاميرا الرئيسيه حق تستخدم 16 ما تقدر تستخدمها. الريزولوشن حق الشاشه البرنامج مثلا هل يدعم ريزولوشن الشاشه ولا ما يدعمها. فهذا الاشياء كلها هذا شوي الجهاز يعطيك نفس الارقام اللي تقول لك فيها مثلا الشاشه كذا كذا. البرامج شوي تدعم لك نفس الميزات. هذا الاختلاف. امازون امريكي ما يوصل السعوديه الا اذا كنت عندك الادرس. تحط لك الادرس افتح لك حساب حط لك حساب السعوديه وافتح الامازون خليك على الامازون امريكي ويقول لك البايع يكتب لك من تحت انك تطلبه هذا الادرس حقك اضغط عليه يقول لك من وصل خلاص ما راح يوصل. اذا يوصل يعني يوصل. فانت على حسب يعني مش امازون كامل يوصل بعض المنتجات توصل بعض المنتجات ما توصل. الاشاعات حطيتها موجوده يقولون لك يمكن يوم 14 او يعني الاسبوع الجاي الاعلان عن 15 يمكن بعد 3 ايام 4 ايام يبدا البيع. فهذا المتوقع لكن متى الاصل ومتى بالضبط متى ينزل لما تعلن عن ابل يبدا البيع. تبيع ابل يبدا البيع بس متى احنا ما ندري. هذا كلها اشاعات. الفرق بين ايفون بشريحه ولا ايفون بشريحتين ان هذاك بشريحه وهذا بشريحتين. هذا في اسم يعني مثل جوال يعني في امريكا هنا في شريحه فيزيكال وفي اسم. الاسم شريحه الكتروني اي يعني الكتريكال. فشريحه هاي الشريحه الكترونيه. اوكي الشريحه الالكترونيه ايش الميزه فيها؟ انك تقدر مثلا في الجوال اذا دعمت الشركه او شركه اتصالات انك مثلا في السعوديه تقريبا ما دعمت لكن راح تدعم في المستقبل. انا اقدر مثلا احط 10 ارقام اسم لازم اشغل واحده واشغل واحده الفيزيكال. الفيزيكال تكون شغاله والاسم اقدر احول بينهم. اما السيم كارد مثلا اللي في الصين لا لان الحكومه الصينيه مستحيل راح تدعم ذا الشيء. فممكن في المستقبل يمكن بعيد لكن الان التقنيه تتوجه لنا او في المستقبل راح تكون الشرائح كلها اسم. السيم كارد سنه سنتين راح تتكنسل بس الشركات لازم يدعمون راح تكنسل السيم كارد. جهاز خلاص يكون ما في شاحن ما في هيدفون جاك كل الجهاز مسكر من جميع الجهات. فان شاء الله ان شاء الله في المستقبل ممكن السنه دي من السنه شركات اتصالات السعوديه طلعت شعارات كثير انهم راح يدعمونها. الخليج كله دعمها تقريبا يا حبيبي حتى افريقيا الشركه نضربك الدول الافريقيه دعموها الاسم. ف باقي بس السعوديه ممكن يدعمونه ان شاء الله في المستقبل. فانا بالنسبه لي الاسم افضل بالحركه دي وفي المستقبل راح يكون اسم كله اسم 100% المستقبل كله اسم. لكن دلوقتي الحين محتاج انت تركب الدوله حقتك ما في لازم تشيل لك السيم كارد تنتين لان الدوله ما راح تدعمها لكن المستقبل راح تدعمها. و حسب حسابك مثلا في تقريبا الكويت تقريبا سمعت ان كان جهازك السيم كارد 2 ما يدعمون لك الضمان في الكويت. يعني صار في جهازك شيء خلاص تروح الضمان يقول لك ما يدعمه او بعضهم لو يدعمه لك راح يعطيك جهاز ثاني يعني خلاص مثلا بيغيرون لك الجهاز يعطونك جهاز فيه اسم يعني راحت عليك الجهاز اللي اخترب وفي سيم كارد 2. نفس الجواب بالشخص اللي قبل نفس الجواب ما في جوال بشريحه ايفون وبشريحتين. جميع الجوالات من الايفون 10 اس وال10 ار وال10 اس ماكس وال11 برو 11 برو ماكس والمستقبل كله ما في جوال بشريحه. دي الشريحه فيزيكال تشوفها لكن داخل الجوال في اسم شريحه الكترونيه. بعدين في المستقبل الشركات راح يبيعون لك مثلا لو صرت انت مش في السعوديه موجوده لكن في السعوديه بعدين يطلع لك بطاقه نفس بطاقه البنك فيها باركود تفتح الكاميرا حقتك بس توصلها عليها ويسوي الاسكان ويدخل ينزل رقمك. جيب رقم ثاني سوي الاسكان ينزل رقم. سويت اشرح كيف يضيفونها في القناه قبل سنتين قبل سنه تقدر تضيف مثلا 9 ارقام بس تحول بينهم بكيفك والسيم كارد تكون شغاله والرقم الثاني من الاسم طفي وتشغل يعني.